قولي حضرتك والدة مين؟ النهارده في المحكمة هيكون كده. والدة أميرة، النهارده حضرتك الجلسة. قولي إيه طلباتكم؟ أنا ممكن إن شاء الله القصص العادل. أنا مستقبل القصص. أنت مش عايزين أكل. هما كانوا طالعين على أكل عيشهم يعني. حضرتك والدة مين؟ باشا. إحنا مربيين أبنائنا على الأمانة والشرف ونتحمل المسؤولية. أبنائنا قبل ما يخلص الامتحانات كانوا بيقولوا يابا إحنا عشان ضغوط الحياة إحنا هنطلع نجيب لبس مدرستنا ومصاريفنا. أولاً إحنا بنحب نشكر السيد رئيس عبد الفتاح السيسي على اهتمامه واهتمام الحكومة البالغ بوقت الحادث، وسيادة المحافظ المنوفية ومحافظ الجيزة أقروا بحاجات بعضها جه بعضها لسه ما جاش، الشؤون الاجتماعية والتربية والتعليم والقوة العاملة لسه بيفحصوا الورق من 15 لحقوق عيالنا اللي هم أقروها، مش احنا اللي أقرناها، هم اللي أقروها مش احنا اللي أقرناها. فهم دلوقتي بيتحججوا بحجج يعني عايز النيابة تدين نفسها أو تديننا احنا معاهم بالنسبة للشؤون الاجتماعية. بالنسبة للشؤون الاجتماعية هيدينك بإيه؟ بيقول عاوزين ان ده انطعاط رئيس الجمهوريه اصدر اهتمامه بالقضيه اصدر اهتمامه. كنا هناخد تفاصيل مع بنت حضرتك انت وانت قضينا ونجيب مصاريفنا زيهم. احنا عيالنا طالعه عشان تجيب لهم عيش، بيجروا على اكل عيشهم، يروحوا يموتوا عشان واحد مهمل. انت ما كنتيش عارفه ان العربيه فيها 25 بيت؟ لا ما كنتش اعرف، انا ما اعرفش الا يوم الحادثه. ده بيقولوا دي مش اول مره يركب 25 بنت في العربيه. 8 اول يوم لهم شغل اليوم ده، يوم الحادثه 8 عيال من ضمنهم بنت اهي اول يوم لها الشغل ده. انت والعيال مش بتركب قدام عينيك وهم رايحين الشغل؟ لا اول يوم شغل. احنا العيال طالعه اساسا فرحانه ان هي طالعه اول يوم لهم شغل يوم اللي حصل. طب قول لي العيال يعني قالوا لكم ان احنا عايزين نروح نشتغل عشان نجيب لبس العيد؟ قالت هروح يوم واحد بنت اسبوع يعني يوم واحد بس هروح مع بنت. انا بنت راحت مع بنت عمتي. بنتك راحت 6 ايام. انت عرفت الخبر ازاي؟ يعني ما جاتش في مره قالت لك السواق بيحمل العربيه 25 واحده في العربيه وهي عربيه صغيره؟ انا ما كنتش موجود اصلا في البيت، انا كنت شغال في العاصمه الاداريه. انا نزلت على خبر بنتي، انا نزلت في اليوم دوت على خبر بنتي، انا كنت شغال عامل في العاصمه الاداريه. اتصلنا بباسراق ان هو سبقنا العربيه، سابها برضه السواق قبل كده على المعديه قبل الحادثه باربع ايام وسابها ونزل. واحده من اللي جنبه راحت دايسه برامج العربيه وما لقاش عيالنا، كانت هتنزل البحر برضه قبل الحادثه باربع ايام. دي مش اول مره، اخر حاله طالعه من البحر وفاء هاني. ايوه وفاء كانت اخر واحده. وبنتي اخر واحده طالعه من البحر. ربنا يرحمها. في بعض ربنا يصبرك ويرحمها. يعني حضرتك السواق كان بيساعد وكان انا عاوزه حقي من لا احنا مش ولا اي حاجه. حضرتك انت بتقولي والدك ليه ليه بتوجهي للتهم السواق؟ ما شفتهاش الواقع عشان نحكي عنها. لا ما لو كنت اعرف ان هو مهمل للعربيه انا جالنا تليفون قد كده مش على العربيه ما كناش ودينا عيالنا معاه. ليه بتوجهي اتهامك للسواق؟ عشان هو مهمل ما حافظش على البنات. جالنا على التليفون. هو دلوقتي لو واحد يعني التليفون جه ازاي ولا مين اللي بدلنا ما نعرفش؟ على بره الامان لو في حياه ولا في اي حاجه كان راح لهم ورحنا رجع تاني. كان طلع البنات على بره الامان. هو طلع في عنكس كذا بينهم رغم ان هو ما بيعرفش سواق الميكروباص. لا 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 هو طلع لو هو كان طلع كانت بناتنا كانت طلعت. راحوا قبل كده انا معايا من دلوقتي هو انا فاهم. ممكن لها بس الورق عشان الصوت اللي انا يعني اللي احنا فضل العيان. ممكن بس نقف طب بعيد عشان الصوت. فضل العيان قالوا ان السواق ما بيعرفش يعوم وبرغم من كده نط في الميه وانقذ كذا الكلام ده كله كده بس مش شرعي. ما هو رغم ذلك ايوه في السبعه اللي كانوا موجودين على المعديه هم اللي عاشوا. ال 16 بنت اللي كانوا راكبين في قلب العربيه هم اللي ماتوا. اشمعنى هم اللي عشان كانوا قاعدين فوق بعض. لا 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 البنات اللي طلعت على المعديه هم عارفين بره على بره الامان واللي كان العربيه مقفوله عليها هم طلعت من البحر وماتوا. انا بنتي طلعت انتوا مطلعين بنتي من شباك العربيه. ايوه شباك العربيه يعني بنتي كانت في قلب العربيه وطالعه اخر واحده. احنا قلنا اصلا ما شفنا اخر واحده طالعه من العربيه. زادت من العربيه اترفعت بنتي كانت وهي اللي طالعه فوق. طب بالنسبه للمتهم الثاني اللي كان بيعاكس البنات احنا ما شفناش. اولا احنا ما شفناش حاجه، ما حدش من البنات قالت، ما فيش ولا بنت من البنات قالت. من البنات اللي طلعت من الميه ما حكوش معاكوا تفاصيل اللي حصل. ما حدش حكى معانا.
واحنا نفسنا عاوزين نعرف الحقيقه. اي واحده معرضه للعقل المعاكسه، اي واحده معرضه للمعاكسه، اي واحده اكبر عربيه برضه معرضه للمعاكسه. هي لو واحده عكس كده، واحده معانا دلوقتي واحده عكس، طب انا في الباب العربيه ما ينفعش اسيب العربيه شغاله وانزل الباب العربيه اخر العربيه المعديه. ايوه وخصوصا العربيه المعديه ما فيش امان من ورا، امان ما فيش حاجه زمان معاكسه. انت معاك ارواح لازم تحط معاك حد مش نعمل 16 بنت هم اللي ماتوا 16 بنت طبعا هم اللي ماتوا حادث كان صعب. ويوم التالت ده كنت بقول لها بلاش يوم يا ماما اخر يوم النهارده اخر يوم يا ماما قلت لها لا يا بنت بلاش كان قلبي حاسس. انا اهو حيلت على بنتي الليله بحال انا كنت حابه ان انا حيلت على بنتي الليله بحال بحال اللي هي تروح ما تروحش ما تروحش الشغل شويه هي اللي تروح قعدت عشان هقبض الشغل يعني يوم التلات ده كان هيقبضوه يا يوم الواقعة كانت هتقعد قالت هيقبضوا البنات وهما جايين من الشغل وكانت قالت لك ده اخر يوم قالت لي انا هقبض مش هروح تاني انا مش رايحه تاني يا سلام كانت رايحه طبعا لقضاها انا اتحلت على بنتي ليه لك عامل ايه قول لي اتحلل على يا بنتي ما تبيش يا بنتي ما كان قلبك حاسس ان هيحصل رحت استنيتها انا واحده من البشر فضلت واقفه سايبه السبت للساعه 12 اتاخروا من الشغل مع ديت وانا فضلت واقفه لحد ما ده لحد ما بنتي خلاص وقالت كل مع حضراتكم كل مع كل من يوم الحادثة انا كان نفسي انا احنا كنا موجودين يوم الحادثة مفيش يوم قال لك تتكلموا عليها قال لك هو البنات دي يرجع تاني عشان ما يحصلش احنا معاكم لحد ما البنات يرجع احنا كنا موجودين مع حضراتكم يوم الحادث وموجودين معاكم في اول جلسة انا ما بقول يا رب هو اللي يجيب لي حقي ما شاء الله حضرتك تبع الاسره كنت حضرتك والد مين في البنات؟ والد سلمى وحيد عصر سلمى وحيد قولي بقى اليوم اللي طلعت فيه سلمى انت كنت عارف ان هي راكبه عربيه مع سواق محمل عدد كبير من البنات هي سلمى قالت لك انا رايحه الشغل اخر مره وهرجع تاني ودي اول مره تروح كان سلمى كان تاني يوم تروح فيه الشغل ثاني يوم لا 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 ده كيس سلمى كانت بتوديه وهي اللي كانت بتاعت الشغل وهي اللي كانت بتاخد البنات الناس دي صادقه وزي الفل سلمى هي اللي كانت بتدفع البنات في بيتهم هي اللي بتبعت انا ما كنتش ضربت حد على ايده وقلت له تعالى هات بنتك تشتغل يا سلمى ثاني حاجه احنا كلامنا صدق اولا انا موجود المحطة الاسمي اذا كان موجود في قلب المحطة يوم ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يبقى اسمي موجود مش اسمك انا ده مراتي سلمى مراتي طب ما هي سلمى افهميني هي سلمى كان تاني يوم تروح الشغل هم فيه الشغل هي سلمى كانت ميتة معايا تاني يوم سلمى اللي هي ضحية روح لما سلمى اللي توفت سلمى مراتي كانت تاني يوم تروح فيه الشغل عشان الناس كلها بتتهم ام سماح ان هي اللي مطلعه العماله ام سماح ما كانش معاهم ام سماح كان تاني يوم تطلع فيه الشغل هي مراتك وبنتك كانوا موجودين مراتي وبنتيني واحده توفاها الله والاثنين مراتي وبنتي موجودين الحمد لله طب الكل بيتهم ان ام سماح هي اللي مطلعه الناس للشغل الكلام ده ما حصلش ام سماح اذا اي حد يسال في المحطه اذا كان اسمها موجود في المحطه وراح دي هي اللي مطلعه العماله وباسمها ولا لا؟ لا علشان كل واحد بيفتري في كلام ملهوش اي لازمه الكلام ممكن نهدى انا وصلني كلام كتير حتى لو هي مطلعه العماله حتى لو هي مطلعه العماله البنات موافقين ان يروح يشتغلوا انا ما ضربتش حد على ايده يا حبيبتي سلمى هي اللي كانت المسؤول عن الكلام ده حد تاني واحده ست من بلد اسمها دفروره ماشي هم كانوا وسالت في الكلام ده هم اللي في النيابه وفي الاسم في كل مكان وسلمى هي اللي كانوا بيلفوا على البنات عليا على ياخدوا البنات انا واحده من الناس قلت لي انا كان ليا ثلاثه في العربيه ما تروحيش مع سلمى التفاصيل اللي حصلت في هي كانت رايحه على اساس انه اخر يوم ليها مش انا بتكلم دلوقتي عشان الغوغاء انا مش هقدر اتكلم دلوقتي عشان الغوغاء والتفاصيل كلها موجوده احنا عايزين نعرف منك السواق نزل ليه الناس السواق نزل عشان كان فيه خناقه خناقه ليه السواق نزل عشان ليها دعوه بالبنات ليها دعوه بالبنات انت شفتها والسواق نزل عشان الخناقه شاف الخناقه هو بيقول ان دكتور وبنتي الكلام ده كان قبلها بيوم موجود ومذكور في النيابه الخناقه كانت قبلها بيوم والبنات هم حكوا لنا قبلها بيوم حتى
لو في خناق كان المفروض طلعهم على بر الامان والغربو دخل لهم. حتى لو كان في خناقه كان يطلع الارواح اللي معاه. هو قال انا مش بدافع عن السواق، هو مش بدافع عن السواق، بنته برضه ضحيه من الضحايا. انا مش بدافع عن السواق ولا بقول السواق مش غلطان. اذا كان السواق غلطان ليه غلط وهيشيله وهيدفع ثمنه، اللي هم اصحاب المعديه كل واحد غلطان وهيدفع ثمن غلطته. انا مش بدافع عن حد. انا دلوقتي انا قلت كثير فعلا خناقه حصلت، وهو كان فعلا السواق كان واقف تمام وحصل قبل الحادثه اول يوم ولا تمام اذربيجان بكده مش ساب العربيه. مين اللي مشغل المعديه ومصلحه مين؟ كل السبعه. مين اللي شاف مين؟ استنى يا حبيبي. 16 اللي توفاهم الله توفاهم الله. السبعه الثمانيه اللي كانوا اللي عاشوا عايشين وطالعين من قلب الميه. مش عارف ان هو كل واحد، لان اتقال برضو ان مراتي كانت موجوده بره العربيه وفي المعوقه المعديه، واتقال ان هي في البر الثاني. مراتي طالعه من قلب الميه زيها زي اي حد طلع. كل اللي عاشوا السبعه والثمانيه اللي عاشوا طالعين برضو من قلب الميه لقضاء ربنا، مش بقضاء حد تاني. مش ان هما ما كانوش موجودين في العربيه، كانوا موجودين كلهم في العربيه. كل حاجه لازم تتذكر ولازم تتقال، وكل حاجه موجوده في النيابه.